البعض يرى بأن المكون العسكري نفسه الذي يطلب من الآخرين التوافق يقع الآن في مشكلة حقيقية حينما يخرج نائب رئيس مجلس السيادة ويتحدث عن أن يعني التغيير فشل في 25 لأسباب لا يريد أن يذكرها أو ما شابه، حتى أن الواثق البرير يعني رحب كثيرا بتصريحات حميتي وقال بأن هذه التصريحات تمثل أساسا صحيحا وبداية جيدة لبدء مشاورات المرحلة المقبلة، والأمر الذي قرأه الناس بأن هناك خلافات بدأت تطفو إلى السطح وتقييمات حتى من النائب الرئيس مجلس السيادة لرئيس مجلس السيادة. هو على الواثق البرير أن ينصح نفسه وأن يدير الخلافات داخل حزبه. حزب الأمة أصبح يعني جماعات وفرق وآراء، هذا معلوم، لكن ما يحصل المكون العسكري نائب رئيس مجلس السيادة يطلق الرصاص على قدميه حينما ينتقد الدولة، ومن ينتقد من؟ لا يمكن لشخص أن ينتقد نفسه. أنا رأيت وسمعت كثيرا أن الأخ نائب رئيس مجلس السيادة ينتقد أداء الدولة كثيرا. من المسؤول من أداء الدولة؟ ينتقد أداء كثير من المؤسسات وكثير من الجهات. هذه مسألة يعني غريبة وتدعو للاستغراب وتدعو للعجب العجاب. كيف لرجل مسؤول مسؤول من هذه المؤسسات ومسؤول من هذه الهيئات ونائب رئيس مجلس السيادة، هو مسؤول، هو المسؤول الثاني في الدولة، كيف له أن ينتقد وكيف له أن يعني يشتكي وكما يشتكي أي شخص؟ كثيرا ما يشتكي. فإذا كان الناس يشتكون إليه أمر معاشهم وأمر أمنهم، فإذا هو اشتكى فلمن يشتكي الناس؟ لمن يشتكي المواطن؟ هذه يعني مسألة غريبة ومسألة غير مقبولة أبدا من السيد نائب رئيس مجلس السيادة. السيد نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة ومجلس السيادة بكل مكوناته أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية وأن لا يرموا بهذه المسؤولية ويقذفوا بها على يعني رؤوس آخرين أو يحملوها جهة أخرى. هم المسؤولين، مسؤولية مباشرة بحكم موقعهم، بحكم توليهم لهذه المهام الجسام، عليهم أن يساعدوا في حل هذه المعضلات وأن لا يشتكوا. لقد أكثروا من الشكوى. من يشكي لمن؟